أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن التقرير الأممي الذي أدان دول التحالف وميليشيات الحوثي لانتهاكهما حقوق الأطفال باليمن. أعلنت الأمم المتحدة مقتل وإصابة 1185 طفلا على يد ميليشيا الحوثي والتحالف وقوات الجيش خلال العام الماضي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن إن التحالف قتل أو أصاب 729 طفلا، وهذا يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال. وأضاف غوتيريش أن الحوثيين قتلوا وأصابوا 398 طفلا، معلنا مسؤولية القوات الحكومية عن سقوط 58 ضحية من الأطفال. وأوردت الأمم المتحدة في قائمتها السوداء التحالف والقوات الحكومية في القائمة الأولى، فيما جعلت ميليشيا الحوثي وفصيلا مؤيدا للحكومة وقوات الحزام الأمني وتنظيم القاعدة في القائمة الثانية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: واقع الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتهديدات التي تعترض معيشتهم، وما هي أبعاد وتداعيات إدراج التحالف وميليشيا الحوثي ضمن اللوائح السوداء كمنتهكين لحقوق الأطفال في اليمن. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود بدء النقاش مع ضيوفنا. أطفال اليمن ضحايا اليوم والغد، أكثر المتضررين من إطالة أمد الحرب والأزمات الإنسانية فاتورة الخسائر المفتوحة. يموتون بصمت على قارعة الجوع ويسقطون على حواف نيران أطراف الحرب بين قتلى وجرحى. بعد أقل من يوم على صدور تقرير أممي يرصد ضحايا التحالف والحوثيين من الأطفال، تسقط قذيفة حوثية على حي سكني شرق مدينة تعز ويصاب 5 أطفال من أبناء مديرية صالة، وفي الحديدة استشهد مدني وأصيب آخرون بقذيفة حوثية مماثلة. في تقرير جديد لمجلس الأمن الدولي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قتل وأصاب 729 طفلا خلال العام 2018، فيما قتل الحوثيون وأصابوا 398 طفلا. أدرج التقرير الأممي التحالف ضمن قائمة سوداء للعام الثالث، وعلى الرغم من الإدراج ضمن القائمة السوداء لا يترتب عليه أي إجراءات ولا عقوبة ضد الأطراف المدانة، إلا أنه بمثابة وصمة عار ويضر بسمعتها ويشكل ضغوطا عليها لدفعها نحو تنفيذ إجراءات لحماية الأطفال. سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي شكك في مصادر التقرير ومدى دقته، ووصف الأعداد بأنها مبالغ فيها، فيما أكدت مصادر لرويترز أن الرياض هددت بقطع بعض تمويل الأمم المتحدة. في القائمة السوداء إلى جانب التحالف ضم التقرير جماعة الحوثي وفصيلا مؤيدا للحكومة لم يسمه، كما أدرجت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. أيا كانت منطلقات بعض التقارير الحقوقية ودواعيها لابتزاز دول التحالف، إلا أن تورط التحالف باستهداف مدنيين من بينهم أطفال لا يستطيع أحد إنكاره. تجاهل التقرير الأممي جرائم الحوثيين باستمرار تجنيد الأطفال وتطييف المراكز الصيفية وإعادة غسل أدمغتهم بثقافة العنف والكراهية، رغم أنها جرائم تستهدف واقع ومستقبل اليمن وتعيق فرص التحول إلى سلام دائم. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن تنضم إلينا من السويد السيدة لينا الحسني رئيسة مؤسسة أكون للحقوق والحريات. أرحب بك سيدة الحسني. إذن بداية، ما تعليقك على ما أورده التقرير الأممي الذي صدر باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يتحدث عن إدانة دول التحالف وميليشيات الحوثي لانتهاكهما حقوق الأطفال في اليمن؟ أولا مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. ثانيا طبعا الأرقام مخيفة تشير أن هناك يعني جرائم جسيمة ضد الأطفال في حقوق الأطفال في اليمن من جميع الأطراف، انتهاكات مروعة للأسف يعني، وإن الإحصائيات متفاوتة لكن للأسف فقط ما يصدر من هذه البيانات أو التقارير
هي على ورق فقط يعني. هذا أول تعليق تبادر إلى ظهري، أنه برغم أنه في مجمل الإحصائيات المجملة أنه ما يزيد عن 8000 طفل قتلوا في هذا الحرب، 3000 طفل تم تجنيدهم، ويعني والعديد من الإحصائيات 5 مليون طفل تعرضوا للمجاعة، ومليون طفل حرموا من التعليم. لكن للأسف أيضا هي مجرد إحصائيات على ورق، ربما للاستعطاف أو للتنديد أو للضغط يعني، لكن على أرض الواقع لا نرى أي عمل حقيقي يوقف الحرب، أو نقول يوقف الانتهاكات ضد الأطفال على وجه التحديد بهذا يعني. ما الذي يفترض أن يحدث؟ يعني أنت تحدثت عن واقع الأطفال في اليمن في ظل استمرار الحرب، تحدثت عن أنه 8000 طفل تقريبا قتلوا في خلال هذه الفترة، أيضا تتحدثين عن 5 مليون طفل جائع، مليون طفل حرموا من التعليم كما تقولين. نعم، بحسب منظمة سيف ذا تشيلدرن حوالي 5 مليون طفل يواجهون خطر المجاعة، أطفال حرموا من التعليم، من الوصول للمساعدة الإنسانية، من الوصول للرعاية الصحية. نعم، يعني في هذا السياق ما الذي يفترض أن يحدث الآن؟ المفترض أنه كما كنت ذكر أيضا في التقرير تم تسمية الأطراف في اللائحة، في اللائحة السوداء، تمام، نحن متفقين مع هذه النقطة. ماذا بعد اللائحة السوداء؟ هل يتم إجراءات ضد الأطراف المسمى؟ واحد، هل يتم أي تغيير على الأرض؟ هل أي هناك أي إجراءات غير التنديد وغير إصدار البيانات؟ يعني أنا بالنسبة للأمم المتحدة طبعا، بالنسبة لمن يدير الصراع يعني من الأعلى، ماذا يحصل غير التنديد، ذكر الأرقام، ذكر الإحصائيات؟ هل تم إجراءات محاسبة، إجراءات تحاسب الأطراف بعيد عن ذكرهم؟ يتم الضغط عن بإدراج أحدهم من اللائحة السوداء أو إخراج أحدهم من اللائحة السوداء، وكلنا على حسب السياسة المتبعة. لا توجد أي إجراءات لحماية الأطفال، لا توجد أي إجراءات متبعة يعني، لا أعرف ما هي إجراءاتهم بالضبط، ولكن كل ما يصدر منهم فقط تقارير وإحصاءات على الورق. لم نرى أي أثر للعمل لوقف الانتهاكات ضد الأطفال على الأرض. ما يحصل محاولة إعطاء المساعدات، الرعاية الصحية يعني معالجة آثار ما بعد الانتهاك، لكن ليس هناك شيء صحيحا يوقف به الانتهاك. تفضلي بالبقاء معنا سيدة لينا الحسني، ورحب بمن ينضم إلينا من عدن السيد المحامي السيد حسين المجدلي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. أهلا بك سيد المجدلي، ما تعليقك على ما ورد في التقرير الأممي الصادر بشأن قتل الأطفال في اليمن؟ حياك الله أخي، أشكرك تماما وأشكرك تحت المصاحة. طبعا لا ينكر أحد مثل ما ورد في التقرير أن هناك انتهاكات في اليمن حصلت للمدنيين كافة أنواعهم، سواء رجال أو نساء أو أطفال. بالتأكيد مسألة الأطفال هي يعني أكثر حساسية، لأنهم من الفئات الأكثر ضعفا واجبة في الحماية. لكن هناك تعليق بسيط أريد أن أوضحه بالنسبة لما ورد في التقرير الأمم المتحدة وتقرير الأمين العام. طبعا ليس كل ما يرد من منظمات الأمم المتحدة أو الأمين العام يعني دقيق أو صحيح، على الأقل يعني هذا ما لاحظناه نحن بأنفسنا في أكثر من مجال. لا أعتقد أنها دقيقة في العمل في الأمم المتحدة، مع ذلك هي أرقام كبيرة حتى في الواقع أيضا يحكي أرقام كبيرة، لكن ما ورد ليس دقيق بالنسبة لما نحن نلامسه نحن في اللجنة. طيب أنت الآن في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ما هي الأرقام الدقيقة لديكم؟ ما هو يعني بحسب رصدكم أنتم؟ نعم، صدر ملف تقرير في مارس، وهذا الشهر نهاية هذا الشهر يعني في 30 يوليو الحالي سنصدر تقريرنا السابع، وسيتضمن الأرقام التي توصلنا إليها في اللجنة. ما أقصده هنا ليس التقليل من حجم الخطر أو حجم الانتهاكات التي تحصل بالأطفال، فعلا انتهاكات كبيرة
الأطفال يعانون من أكثر من انتهاكهم، استهلاكهم كأطفال في إحياء وفي أماكنهم وفي منازلهم أو من خلال التجنيد أو من خلال حرمانهم من التعليم. هذه انتهاكات كبيرة ويعانون منها المجتمع ويعاني منها على المدى الطويل، وبالتأكيد كل الأطراف متوغلة وضالعة وارتكبت هذه الانتهاكات لا يبغى أحد منها. لكن تعليقي كان واضح في مسألة عدم دقة الأرقام، وهذا يعني ملاحظة شخصية أنا رأيتها ولاحظت حاولت أن أدقق فيها من خلال ما لدينا نحن في اللجنة من أرقام ومن خلال ما نراه حتى في الواقع. أظن أن يعني الأمم المتحدة لا أعرف إذا كانت ما هي الآلية التي تعتمد عليها في مسألة الأعداد، لكن هذا هو الذي أريد أن أوضح بشأن هذا الموضوع. ومثل ما ذكرت وأريد أن أؤكد أن مسألة الانتهاكات التي تصيب الأولاد يعني أو الأطفال، اليوم أنا هذا أصيب 5 أطفال بتعز، بالأمس أيضا سمعنا عن 3 أطفال، الأمس أيضا 2 أطفال في البيضاء، القصف، التجنيد، الحرمان من التعليم، كثير من الانتهاكات تتم بحق الأطفال. تفضل بالبقاء معي سيد المجدلي. أعود إليك سيدة لنا الحسني، برأيك هل تتفقين مع السيد المجدلي فيما يتعلق بدقة الأرقام التي وردت في التقرير ودقة المعلومات التي تنشرها تقارير الأمم المتحدة؟ صحيح، أنا أتفق معه بالنسبة لدقة الأرقام، فهو قال أيضا ربما الواقع أكثر أو ربما أقل، ولكن أيضا ما هي الآليات التي تعتمدها الأمم المتحدة، من هي المنظمات أيضا التي تعتمد عليها الأمم المتحدة في الوصول للمعلومة. نحن أيضا نلاحظ أنه هناك عاملين على الأرض يتبعون المنظمات تتعامل مع الأمم المتحدة أو عاملين مباشرين لهم لرصد ده، فهنا لا يمكن يعني التأكد بمصداقية هذه الأرقام، ولكن الأرقام كبيرة جدا طبعا. أيضا لا نستطيع الوصول لكل الانتهاكات لكل الأرقام المعلنة، فأتفق معه إلى حد كبير. طيب في سياق الحديث عن قضايا الأطفال، الانتهاكات التي يعني تتم بحق الطفولة في اليمن، إلى أي مدى واكبت المنظمات الأممية وكذا الحقوقية قضية الأطفال في اليمن الذين يسقطون باستمرار بحسب تقديرك؟ بالنسبة للمنظمات المحلية، لا يوجد عندنا العديد من المنظمات المحلية التي تعمل على قضاء الأطفال، يعني ربما توجد هناك ولكن ليس بالعدد الكافي لمواكبة جميع الانتهاكات التي تحصل لهذا العدد الكبير من القتلى من الجرحى للأطفال، أتحدث على الأطفال، الانتهاكات التي تحصل ضدهم. طبعا يعني بحيث ننظر لواقع الأطفال، الأطفال أيضا تعرضوا لأذى نفسي كبير. أعتقد لن تتدخل المنظمات بشكل كافي سواء محلية أو أممية أو أي نوع كان من أو حتى المؤسسات الحكومية لن تتدخل بشكل كافي للرصد أولا، ثانيا لمعالجة الآثار أو للتخفيف مما حدث بعد. لا زال دور المنظمات مقصرا جدا جدا. مرة أخرى أطلب منك البقاء معنا سيدة لينا الحسني. أعود إليك سيد المجدري، فيما يتعلق بتواصل الجهات المحلية، نحن يعني نتحدث بهذا السؤال تحديدا معكم، أنتم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، حتى تصل الأرقام بدقتها إلى هذه المنظمات الدولية، هل كان هناك تواصل مع مثلا السيدة فيرجينا جامبا مبعوثة الأمم المتحدة للأطفال والصراع المسلح التي أصدرت التقرير، هل هناك تواصل مع الجهات الأممية لمدها بالأرقام الدقيقة لما يحدث في اليمن؟ لا، لا لم يحصل أي تواصل، لم تطلب منا ذلك، لم نسعدين تقديم المعلومات لها أو أي جهة أخرى تطلب منا ذلك، باعتبار أن هذا سيخدم مواقع الإنسان في اليمن وسيخدم الانتهاكات. لكن هناك أيضا تعليم أو معلومة واحدة نوضحها، هناك مبالغة كثيرة ليس فقط من الأمم المتحدة ولكن من كافة العاملين بالإنسان الغاصب، سواء حتى المؤسسات الرسمية. يعني قبل فترة أنا تفاجأت وطلعت على تقرير صادر من وزارة الإنسان يتكلم عن حوالي 25,000 طفل تم تجنيدهم، وهذا أرقام مبالغ فيها. أيضا أنت تتحدث عن أرقام مبالغ فيها أم أرقام أقل من الواقع؟ لا، أرقام مبالغ فيها بالفعل. أنا سأذكر لك مثال، يعني قبل حوالي
اسبوعين او 3 اسابيع التقينا بفريق لجنه العقوبات التابع لمجلس الامن وزارنا في اللجنه وتكلمت معهم عن واقعه اشاروا اليها في تقريرهم اللي صدر في فبراير ذكروا فيه عن 30 طفل تم تجنيدهم من قبل القوات الحكوميه وان هذا واقعه حفظ الجهاد وطلبت منهم الجهاد او المكان الذي تم تجنيد الاطفال فيه واسمائهم حتى يعني نعتبر ما ورد في التقرير بلاغ ونقوم بالتحقيق فيه. اخبرتني السيده رونتيكا وهي الممثل الفريد قالت نحن وصلتنا معلومات بشان هذا الموضوع لكن لم نحدد في هذا الموضوع. انا اقصد الدقه في مساله الارقام، انا لا اقلل من حجم الانتهاكات ولا من الوضع سيء والانتهاكات ارتكبت من جميع الاطراف، هذا امر يعني متفق عليه ونزينه وايضا لا نبرع احد من هذه الانتهاكات، الكل مليئه وموبخه دماء الاطفال ومؤسسه الوضع بشكل يعني كبير. لكن مره اخرى احب ان اؤكد ان مساله صحه الارقام والعاملين على هذا في هذه المنظمات في المسائل الرسميه يعني لا يستخدمون معلوماتهم او لا يتحققون من معلوماتهم ولا يدققون فيما يقوموا برفعها. اعتقد ان كان اي شخص يمكن يتوصل الى هذه النتيجه التي اشرت اليها. يوميا نحن نسمع او وسائل الاعلام تنشر ايضا ما يتم من قصف المدنيين او ما يتم من اصابات، وبامكان اي شخص يعني باحث عادي ان يدخل الى اي موقع ويعمل حصر من خلال ما ينشر، مع ان لا ينشر الا القليل ايضا، لكن اقصد حتى يعني هذا الذي نشر شيء يعني اذا قام بجمعه وترتيبه سيجد ان الاعداد ليست كما يعلن عنها ايضا. ومره اخرى اريد ان اقول ان الاكتفاء فقط احيانا بمسائل الاتصالات او التليفون او مساله عدم او مساله التبليغ او مساله الاكتفاء او الاعتماد على المنظمات احيانا قد لا تكون معايرها دقيقه في مساله الوصف، يضعنا حتى نحن في اللجنه الوطنيه في حرج امام هذه الارقام، لاننا يعني حقيقه نبحث بكل الوسائل في مساله الوصول الى الضحايا، لكن كلما نمسك خيط كما يقال نجد انه لا يؤدي الى نتيجه حقيقيه. ولهذا انا ركزت على موضوع الارقام غير دقيقه ونجد التحري في مساله الارقام، واؤكد للمره الثالثه اننا امام ماساه انسانيه فيما يتعلق بالاطفال والانتهاكات التي تتم حقهم سواء القتل واصابتهم القتل والاصابه التي تحصل للاطفال. طيب يعني هذه الفكره او هذا المحور هذه الفكره او هذا المحور قد يعني اشبع حديثا الان بعد الاعلان عن الارقام بغض النظر عن كمها، ما هي الخطوه القادمه التي يفترض ان تحصل من وجهه نظر حقوقيه ليتوقف استهداف الاطفال في اليمن؟ يعني الارقام تعلن لكن الجرائم مستمره، كيف يمكن فهم الامر؟ نعم انا اقصد الحرب مستنقع الشرور ومستنقع الانتهاكات، بالتاكيد طالما استمرت الحرب وطالما بقيت هناك حرب لها ضحايا سواء من الاطفال من النساء من كثير الاوبئه، يعني تؤثر الحرب سلبا على المجتمع وتؤثر ايضا على الوضع العام وضعف سلطه الدوله وتنهك الاقتصاد، كل هذه اثار سلبيه للحرب، طالما بقيت الحرب واستمرت الحرب بالتاكيد هناك ضحايا لها، لكن ما اريد ان اقول ان نشر مثل هذه الارقام والتحليل عنها في اوسع المستويات، الحديث عن الاطراف تحميلهم مثل هذه الاطراف يقلل او يحد من هذه الانتهاكات، وسائل الاعلام ايضا عندما تتكلم عن المنتهكين تظهر مساوئهم تتكلم عنهم بشكل واضح هذا يشعرهم بالحرج ايضا امام المجتمع الدولي وامام الراي العام، اكيد هذه من الوسائل التي يعني نحن نعتبر انها ايجابيه في مساله الحد من الانتهاكات، لكن الحقيقه ايضا ان طالما بدات واستمرت الحرب فنحن نتوقع والجميع وكل عاقل وكل انسان منطقي سيتوقع ان الانتهاكات ستبقى، وانا اقول لك الانتهاكات المصاحبه للحرب وهي الانتهاكات التي يعني لا نراها، يعني لا نراها في الدماء فقط، يعني هناك انتهاكات مثل الحق في التعليم، يعني الحق في التعليم هذا امر مهم وسيؤدي عدم الاتباع له وعدم علاج سبباته الى يعني نشاه جيل متخلف جدا او غير واعي، وهذا امر يعني سيسبب كارثه للانسان والمجتمع اليمني في المستقبل، هذا الامر يعني شكرا لك. لا يقل الخطوره حتى عن مساله اصابه المدنيين
وايضا معنا جانب اخر الذي هو الالغام، الالغام ايضا تحصد الكثير من الاطفال، معنا عده جوانب، هناك ايضا الرعايه الصحيه وعدم توفيرها تحصد الكثير من الامهات وايضا تحصد الكثير من الاطفال. هذه المسائل كلها يعني لا يمكن النظر اليها بشكل منفرد، لكن يجب النظر اليها بشكل عام. أشكرك السيد حسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بعودة إليك سيدة الحسني، يعني هناك يعني عندما نقرأ هذا التقرير حديث على أن التحالف تسبب بقتل أو إصابة 729 طفلا، وكذا أن الحوثيين أصابوا 398 طفلا، وأن القوات الحكومية مسؤولة عن سقوط 58 ضحية من الأطفال. عندما نضع هذا الكلام بجانب كلام سفير السعودية بالأمم المتحدة عبد الله المعلمي الذي يقول إن مصادر التقرير ومدى دقته ووصف الأعداد فيها بأنها مبالغة، هل فعلا تبالغ الأمم المتحدة؟ هل تحابي طرفا على حساب طرف من خلال هذه الأرقام المعلنة برأيك؟ بالنسبة للأرقام أنا لا أراها مبالغة، يمكن تكون الأرقام أقل من الوضع الحالي. إذا كانت التقارير ترصد فقط هذا العدد، لكن الواقع الشارع يرصد والذي يعني نراه ونسمعه نحن والمتواجدون على الأرض، يعني هذا شيء آخر. أنا متأكدة من الانتهاكات أكثر من هذا العدد بكثير. لا، لكن الحديث عن مستوى مسؤولية الأطراف بداخل اليمن عن هذه الأرقام، يعني هناك من يعني يمكن فهم أن هناك نوع من المبالغة في سياق تحديد طرف ما لصالح طرف ما، أو هكذا تفهم هذه التصريحات. وأرجع أقول لك، نرجع للكلمة التي قلتها سابقا، يعتمد على من هم العاملون لصالح الأمم المتحدة والذين ينقلون هذه التقارير لهم على الأرض. يعني مسألة حديث السيد عبد الله المعلمي السفير السعودية في الأمم المتحدة يمكن أن تكون صحيحة، مسألة أن الأمم المتحدة تبالغ في الأرقام التي تتهم فيها التحالف بالتحديد ب يعني إسقاط الأطفال كقتلى ومصابين. التحالف غير بريء من إصابة وانتهاك الأطفال، نعم، ولديه أعداد ربما تكون أكثر ربما تكون أقل، ولكن بحسب ما أراه وبحسب ما أرى انتهاكات ضد الأطفال خاصة من الفترة الأخيرة في تعز، وكل ما يحدث ضد الأطفال في تعز، أنا أعتقد أن الرقم الذي ذكروه بالنسبة للحوثيين هو رقم قليل. أيضا إذا رجعنا للماضي، ماذا عن 2015 عن الأطفال التي كانت تسقط بشكل يومي في عدن وفي تعز؟ أغلب تقاريرهم لم تذكر هذه الأرقام من قبل. جزء صحيح مما ذكره المعلمي بأن من وجهة نظري أو ما أراه أنا ومن رأس الذي نراه أنه بالنسبة توجيه اللوم أو توجيه الاتهام للحوثيين هناك تقليل في الأرقام. شكرا لك سيدة لينا الحسني رئيسة مؤسسة أكون للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من السويد. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.